وربنا عنده كم سنة؟ ربنا ما عندوش أي سنة، لأن مفيش عد، مفيش عداد بيعد زي ما بيعد عندك. أنت عندك كم سنة؟ عندي 8 سنين. 8 سنين حصل إيه؟ أنت اتولدت في سنة 15، فقعدنا نقول كده 16 17 18 19 20 21 22 23، خلصت 23 فقلنا ان عندك 8 سنين. مفيش حد بيعد كده على ربنا. ليه؟ لانه خارج الدايرة. ربنا موجود على طول، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، يعني هو لا بداية له ولا نهاية له. هو محدش بيعرف يعد. ليه محدش بيعرف يعد؟ لانه مفيش زمن، مفيش ساعات، مفيش دوران للارض حوالين نفسها ولا حوالين الارض ولا اي حاجه. عدم وجود الزمن بيخلينا نقول ما ينفعش السؤال ده، الله مختلف عني. فانت نعد السنين وانا نعد السنين. انا عندي كم سنه دلوقتي؟ 72 سنة، يعني أنا جده. لكن وأنت عندك 8. أقعد ارتاح ونكمل مع بعض. أقعد. فإذا فهمنا الحكاية دي يا أولاد؟ هو عمر ربنا قد إيه؟ الإجابة ليس له عمر. لماذا؟ لأنه ليس حوله زمن.